هي في حالة قلق كده متابعينها بقت موجودة في دول كتير بسبب جدري القرود. في اتجاه في أمريكا إن هم يستخدموا لقاح الجدري مع الأشخاص اللي معرضين للخطر، كمان للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لأنه فيروس الجدري هو يعني أو فيروس القرود، جدري القرود مرتبطين إلى حد ما وبينتموا لعائلة فيروسية واحدة. مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي بيعمل دلوقتي تقييم للقاح الجدري. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد رحيم، الباحث في علم الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر في المملكة المتحدة، واللي منضم لينا عبر سكايب. صباح الخير حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا يا فندم. صباح الخير استاذ جمانه. صباح الخير استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. يمكن احنا كنا بنتكلم امبارح في صباح الخير يا مصر عن فيروس جدري القرود، والضيف تحدث انه لا داعي للقلق او الخوف. عايز اعرف من حضرتك وهسالك نفس السؤال يا فندم، هل حاله القلق اللي موجوده في العالم ودايما يعني بقالنا كام يوم كده بنسمع عنها، هل هي فعلا جدري القرود، هل هذا الفيروس فعلا مقلق ولا الوضع مستقر؟ طيب يا فندم، هو حضرتك جدري القرود الاول عشان نبقى عارفين، هو طبعا زي ما حضرتك ضفت برضه هو مرض قديم موجود من قبل كده، وبس الحاجه او الداعي اللي احنا بدانا نفكر ليه، اللي احنا ندور على القلق او السبب المسبب الرئيسي. حضرتك لو تتبعنا المرض في اخر من 2018 ل 2021، لو خدنا دوله زي انجلترا عدد الحالات كان موجود فيها 18 حاله على مستوى 3 سنين، في ظل في الوقت الحالي لو شفنا دولة أو على مستوى النهاردة 13 دولة في العالم عدد الحالات فيهم عدى 120 حالة. فإذا هو الداعي للقلق هو معدل انتشاره أو سرعة انتشاره. الحاجة الثانية اللي كان الأول بيظهر في بعض الدول حالات فردية، زي لو خدنا أمريكا مثال أو بعض الدول الأوروبية، كان كل سنة ممكن يظهر حالة أو حالتين، وديت لو تتبع المرض نتيجة لاحتكاك أو تواصل أو كونتاكت مع حيوان أو حيوانات جاية امبورتد مستوردة من دول في افريقيا. انما الوقت الحالي سبب القلق الرئيسي اللي احنا تتبع المرض او سبب انتشار المرض بالسرعه ديت. واخر حاجه لسه من يومين ثلاثه بدانا اللي احنا ندور على المستوى الاخر او الليفل الثاني اللي هو الانيمالز، الحيوانات، او هل الحيوانات لها دور في انتشار المرض. وفعلا لما رجعنا لقينا ان الهيستوري او مدى انتشار الفيروس ده بينتقل عن طريق القوارض. القوارض لها دور كبير جدا في انتشار المرض، وبعض الحالات الفرديه اللي تب او اللي تسببت او موجوده في اوروبا عن طريق بعض الحيوانات البيتس، الحيوانات الاليفه منها الكلاب بالتحديد. فاذا هم في التو ليفلز اللي احنا ندور عليهم، او في الترانسميشن او في انتقال العدوى، هل الانسان لوحده هو من انسان لانسان يقدر ينقل المرض؟ ايوه يقدر ينقل المرض. الليفل الثاني الحيوانات ولها دور كبير جدا، زي ما حصل بالظبط في الكوفيد او حصل على بعض الفيروسات الاخرى، اللي هو الانتشار عن طريق الحيوانات او الحيوانات المصابه المخالطه للانسان. عظيم. دكتور محمد، بحسب منظمة الصحة العالمية فهو متوطن في غرب وسط أفريقيا، هل انتشاره في دول أوروبية وزي ما حضرتك قلت في 13 دولة عندنا دلوقتي ما تجاوز 120 حالة، هل ده حاجة مقلقة؟ لأن دي دول لا يتوطن فيها هذا الفيروس. طيب هو حضرتك هو في جزئين، جزء مقلق وجزء الحمد لله مبشر بالنسبه لنا. الجزء المقلق هو سرعه انتشاره او معدل انتشاره في بعض الدول الاوروبيه، منها بلجيكا امس اعلنت بعض الحظر او بعض القيود على الناس او بعض الحالات المخالطه او الحالات المصابه. يعني النهارده الانسان المصاب مجرد من العدوى اسبوعين، والناس المخالطين اسبوعين ايسوليشن في البيت. دي الجزء اللي هو المقلق، اللي هو معدل انتشاره وسرعه انتشاره بشكل كبير، وبدات تحظر او بدات تمنع استيراد بعض الحيوانات وبعض اللحوم، لان اللحوم لها دور، وخصوصا اللحوم اللي جايه من دول افريقيه. دي الجزء الاولاني. الجزء الثاني المبشر بالنسبه لنا اللي في حاجتين، في عندنا نوعين من الادويه وده متاحين اوريدي ابروفد من الاف دي اي، اللي بيستخدموا لعلاج السمول بوكس وده موجودين وابروفد وده اقدر نستخدمهم في الحالات الامرجنسي. الحاجة الثالثة اللي في الأجسام المناعية الإميونوجلوبولينز أقدر أستخدمها في الحالات السيفير، دي متاحة موجودة. والجزء الأخير عندنا اللقاح، وده اللي بعد أمريكا إمبارح أعلنته، اللي هي مستعدة أو بدأت بالفعل في شراء جرعات من الدنمارك، وهي الدولة المنتجة للقاح. بدأت اللقاح ده أو مستو أو اللي يفضل فيه أو دي من الحاجات اللي مبشرة في المونكي بوكس، اللي الناس المخالطة أو الناس المصابة أقدر أحصنها باللقاح. يعني مش شرط اللي أنا استنى او اقدر، لا انا ممكن النهارده لو انسان مصاب النهارده تطعيم دائري انسان مخالط لي اقدر ايمرجنسي فاكسينيشن اللي انا حصنه، بشرط اللي هو ياخد جرعتين من اللقاح بينهم 28 يوم،
بيدي مناعة 100%، وده اللي أعلن، أو دي بعض التجارب السريرية على الإنسان اللي أعلنت في أمريكا في 26/21. طيب دكتور، بما ان حضرتك تتكلم عن اللقاحات، يعني كلنا احنا كنا مثلا على سبيل المثال بناخد واحنا صغيرين تطعيم ضد الجدري، ودلوقتي الاطفال بياخدوا كمان تطعيمات ضد الجدري. بس لو هتكلم على الـ يعني الـ مش الاطفال، هتكلم على الكبار، الناس اللي كانوا واخدين تطعيمات او لقاحات ضد الجدري زمان، هل هم دلوقتي في حالة ان هم ياخدوا هذه اللقاحات؟ طيب، هو حضرتك الجدري في عندنا حاجتين، في فرق لازم نفرق بين التشيكن بوكس اللي بناخده في الاطفال، وفي فرق لازم نفرق بين المونكي بوكس. الاثنين عائلتين منفصلتين. التشيكن بوكس هيربيس فيروس، المونكي بوكس اورسو افيلا فيروس، ده بوكس فيريدي. اللقاحات من السمول بوكس تم وقفها من السبعينات، يعني من السبعينات ما بقناش نحصن للسمول بوكس. انما الجزء الثاني اللي عندنا اللقاحات متوفره، الفاكسينيا فيروس او اللي بنسميه الانكارا سترين، ده موجود متاح، اقدر احصنه للناس. وده اللي منظمه الصحه العالميه في اجتماعها يوم الجمعه قالت اللي احنا بنتوقع للمناعات القديمه اللي كانت موجوده للناس المحصنه او الاجيال الاولد جينيريشنز بدات تتضاحى، يعني بدات تنزل او ديكريزد. فبالتالي احنا بننصح لأول حاجة نحصن الناس اللي هم أندر ريسك، أو الناس اللي هم الفرونت لاينز، اللي هم الناس اللي بيتعاملوا مع الحالات. وده بالفعل هيبدأ يطبق، ولسه لم يطبق، إنما في الفعل هيبدأ يطبق ابتداء من شهر 6 الجاي. هيحصنوا الفرونت لاينز، ويحصنوا الناس اللي أندر إيمرجنسي، الناس اللي هم كبار السن، الناس اللي عندهم مشاكل صحية، والأطفال. المشكله في الوقت الحالي هو الديفرنشال دايجنوسيس، التشخيص، اللي هو اللي عندنا اكتر من مرض متشابهين في الاعراض. وزي ما حضرتك قلتي، اللي عندنا عائله البوكس في عندنا 12 فيروس منها، وبيتشابه مع التشيكن بوكس. وده الدوله زي انجلترا اعلنته امس، اللي بدات بوش كل المعامل او كل الجامعات اللي تبدا ندور على وسائل تشخيصيه سريعه جدا، اللي انا ابدا النهارده في خلال ساعه او ساعتين ابدا اتعرف على المرض، بدون اللي انا منتظر 3 4 ايام اللي يظهر او انتشار الفيروس بشكل اسرع. واعتقد دي هنا تكمن الصعوبه في تشخيص هذا الفيروس، لانه بيتشابه بالزبط في اعراضه ما بين الجدر العادي. بالظبط. لا، وبعض انواع البكتيريا كمان، يعني بعض الانسفاليتس مثلا، اللي هي بعض الحاجات النيرفس، الحاجات اللي بتيجي في العصب، الحاجات الطفح الجلدي. النهارده اي واحد النهارده ممكن يجي له طفح جلدي يشك فيه. عشان كده الناس النهارده ما تشكش او ما تخافش الا لما بيكون فيه هيستوري، تعامل مع حيوانات مباشره، او تعامل مع في وايلد انيمالز في البري، او الحاجات المستورده من بره، نبدا نخاف. انما التشخيصيه النهارده البي سي ار النهارده ممكن ياخد يومين ثلاثه. الفيروس صعوبته اللي هو الانكيوبيشن بيريد، فتره حضانته من اسبوعين لثلاث اسابيع، ودي مشكله. الحاجه الثانيه، في بعض الناس ممكن ما يظهرش عليها المرض على حسب مناعته، لان هو فيروس بيعتمد على الناس اللي هم مناعتهم بتقل في وقت معين، او الناس اللي هي احتكاك مباشر. فعشان كده النهارده بدات الوسائل التشخيصيه السريعه، بغض النظر عن البي سي ار، بدانا اللي احنا بالفعل من الاسبوع اللي فات اللي احنا نبدا بسرعه، اللي هو اللاترال فلو تيست او الرابيد تيست، اللي احنا نبدا نعمله ونفكر فيه، بحيث اللي احنا ساعه او ساعتين، نص ساعه، يكون عندي مجرد ان انا اي شخص قادم من دول افريقيه او قادم من دول موبوءه اقدر اعمل له تشخيص. طيب حتى الان يا فندم، الاعراض، اعراض جدري القرود ايه تحديدا، وهل في عرض بعينه يفرقه بين الجدري العادي؟ اول حاجه الهيستوري بتاع المريض، يعني هيستوري المريض هو اول حاجه انديكيتور بالنسبه لنا، اللي هو جاي من دوله او تم الاحتكاك او جاي من سفر. وده اللي حصل في كندا، اللي شخص جاي من امريكا تم احتكاك مع شخص من نيجيريا في المطار. فالهيستوري اول حاجه بالنسبه لنا. تاني حاجه الاعراض، هي اعراض متشابهه للتشيكن بوكس، لان النهارده الكبار النهارده حتى في ممكن يجي لنا تشيكن بوكس النهارده، فالاعراض متشابهه بشكل كبير. الحاجه اللي ممكن هي التهاب الغدد الليمفاويه، اللي هي موجوده تحت الاندر، تحت الباط وعند الانف، الاير، الودان، دي بشكل كبير. الحاجه الثانيه انتشاره كمان في اليد، ده ممكن من التشيكن بوكس ما بيبقاش موجود قوي، وفي كف اليد ده اكبر. والشكل شكل الليجون او شكل المرض نفسه كالتهاب بيبقى شكلها كبير عن التشيكن بوكس، شكلها كبير، فيها فيزيكال كبيره، فيها فلويدز اكتر، فيها سوائل اكتر. ده ممكن يميز اكتر. انما ما زلنا زي ما بنقول، مش شكل صعب اللي انا افرق. يعني النهارده في بدايه ظهوره في انجلترا، الناس شكت اللي هو تشيكن بوكس، لما عملوا تشيكن بوكس طلع نيجاتيف، فبدات الناس تدور هل هو سمول بوكس او هو بوكس. فبدات الحته ديت، اللي هي لان هو بيتشابه بشكل كبير جدا مع التشيكن بوكس، وخصوصا التشيكن بوكس بيصيب الاطفال وبيصيب الكبار وبيصيب كل الاعمار. طيب عظيم، حضرتك اتكلمت على نقطه مهمه جدا، وهي اعطاء لقاح للمخالطين، اي تطعيم الدائري، زي ما حصل قبل كده لوقف تفشي الايبولا في افريقيا، وكان حل سريع وفعال في نفس الوقت. لكن اللقاح
امتى المصاب يقدر ياخد لقاح ويكون اللقاح فعال؟ بعد اصابته بقد ايه؟ ولا هنشوف حملات تطعيميه لكل الناس زي ما حصل مثلا في كورونا؟ هو ده الديسيجن اللي ما حدش قادر ياخده لحد دلوقتي. يعني لسه يوم الثلاثاء الجاي البورد منظمه الصحه العالميه يعني هنقعد ونشوف اللي احنا هل النهارده لو عملنا، لان مجرد ما ابدا احصن في بعض الدول لازم احصن العالم كله زي الكوفيد او زي بعض الفيروسات، انما ما ينفعش احصن النهارده اوروبا واسيب افريقيا، ما ينفعش احصن افريقيا واسيب اوروبا وامريكا. فهي حته النهارده اللقاح، النهارده اول حاجه اللقاح، الشخص المريض اللي ظهر عليه اعراض لا معنى ان انا اديله اللقاح، ممكن يكون فعال وممكن يكون غير فعال. اذا الشخص اللي ظهر عليه اعراض ليه اتنين اوبشن، فعال او غير فعال. بعض الاراء او بعض الشكل العلمي بشكل المناعه اللي انا ما ينفعش اديله لقاح لان هحطه اندر ستريس اكتر، وبالتالي اسيب المناعه ابدا اساعده مناعيا اللي انا ارفع مناعته بشكل فردي وابدا اتغلب على المرض. انما الناس المخالطين في خلال من 4 ايام من الشخص المخالط من العدوى، من بعد 4 ايام يعني الشخص المخالط ظهر عليه اعراض، الشخص المصاب ظهر عليه اعراض، الشخص المخالط في خلال 4 ايام لازم ياخد الجرعه الاولانيه، وبعد 28 لازم ياخد الجرعه الثانيه. الجرعه الاولانيه جرعه واحده غير كافيه لصد المرض، بتدي مناعه او بتدي بروتكشن بنسبه 60%، جرعتين فرقهم 28 يوم من 3 اسابيع بيدي مناعه 100%، ودي التجارب السريه المعلنه، يعني اوريدي اللقاح موجود ومعلن وده اثبت كفاءته وفعاليته بالاضافه للانتي فايرلز اللي موجوده عندنا او مضادات الفيروسات اللي موجوده عندنا. طيب دكتور محمد، يعني برضو خلينا نعرف من حضرتك مين الاكثر عرضه، الكبار ولا الصغار للاصابه بالفيروس؟ وكمان عايز اعرف من حضرتك هل في عوامل ساعدت كمان اكتر على ظهور الفيروس بشكل اكبر؟ يعني حضرتك قلت ان هو كان موجود من زمان لكن ظهوره بشكل اكتر الفتره دي، زي مثلا ارتفاع درجات الحراره او ما الى ذلك. طيب هو اولا هو دي ان اي فيروس انفلوب، يعني ليه الغطاء دهني، يقدر اللي هو بالعكس ممكن درجات الحراره تتغلب عليه. وبالعكس احنا قلنا درجات الحراره هو موجود في افريقيا، افريقيا درجات الحراره بتاعتها مرتفعه وموجود ومتفشي فيها، اذا هو الفيروس. انما معنى للفيروس موجود النهارده وانتشر، احنا لما جينا عملنا التحليل الجيني للفيروس عندنا لحد دلوقتي يعني حوالي بنتكلم في 69 جينوم موجودين اوريدي ببلشت، 69 سيكونس بالتحليل بتاعهم، لقينا ان الفيروسات الجديده اللي ابتدات من 2019 الى الان بتنحصر في مجموعه منفصله غير الفيروسات القديمه. بعض هو فيروس مش متحور بشكل كبير، انما في بعض الطفرات في جزء معين من الجينوم بيساعد في انتشاره بالشكل دوت. يعني النهارده الجينين النهارده بتاع الفيروس او الجينوم بتاع الفيروس في بعض الجينات فيه، وخصوصا الجينات المسؤوله عن التقاصر بتاع الفيروس، بتتغير بشكل طفيف جدا. اذا ده بيساعد في انتشاره وتغير الهوست، يعني النهارده ابدا انتقل من عائل لعائل اخر. خصوصا ان المونكي بوكس كان الاول مفيش حالات من انسان لانسان خالص. المونكي بوكس كان في بدايته الاوائل كان من حيوان لانسان فقط، كل الحالات المصابه او المعلنه لحد 2021 كلها مخالطه للكلاب، مخالطه للقرود، مخالطه للقوارض. اول حالات من انسان لانسان في 2022. وبرضه في بعض الكونسبتس او بعض الاعتقادات وده موجود اوريدي احنا عارفينه بس مش عارفين مدى انتشاره، اللي هو عن طريق التنفس. هو بينتقل من خطوات على بعد خطوات او امتار من انسان مصاب لانسان مصاب. علشان كده امبارح بعض الدول الاوروبيه بدات تفكر هل نرضى نرجع الماسكات تاني ولا لا في المناطق الموبوءه. يعني هل النهارده الماسك النهارده ممكن يساعدني في تقلل فرص انتشار المرض؟ وده بدا بالفعل على فكره انجلترا بدات تفكر فيه فعليا، ان انا ابدا الاماكن المزدحمه ان انا ارجع الماسك فيها تاني. طيب بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور محمد رحيم، الباحث في علم الفيروسات بكليه الطب وعلوم الحياه بجامعه لانكستر في المملكه المتحده.